مرحبا بك مني سي الكل. الملعب التونسي تعاقد رسميا مع لعبة الترجي. أعلن رسميا فريق الملعب التونسي تعاقده مع الحارس الثالث للترجي الرياضي التونسي على الإجمل لمدة موسمين في إطار الصفقة. وعد انتقال حر بما أن عقده مع فريق بيبي سويقة ينتهي في 30 جوان الحالي. ويعد الحارس الذي يبلغ من العمر 29 سنة من أبناء النادي، حيث سبق له اللعب مع فريق اتحاد بن قردين في سبيل الإعارة. كما توج عليه جمل بعديد الألقاب مع ترجي على غرار دوري أبطال إفريقيا وبطولة تونس. بالتوفيق لهذا الحارس. ما تنسيش جيم على الفيديو، أبوني عشان يوتيوب بتاعنا.